والمهد المنتظر فاضل له شهور بسيطة. والله إني لناصر المنصور صاحب الخرطوم وصاحب المهد المنتظر، وأنا جندي في عساكر سيدنا عيسى. ده هنا انت قال وين؟ الكلام ده بجاي؟ والنساوين زغرت الليل، وللأسف في وحدات منغبات، وده ما النغاب الأصلي حق السلفيين، ده شغل تايوان كله مزيف، ده ما صحيح. ليه؟ لأنه ذل مع الدجال ده قاعدين يشجعوه، وده كاهن يتكهن بالغيب. قال شيخ الإسلام: والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير أو يخبر عن المستقبل. تحرير فلسطين بعد ساعات، وعيسى بن مريم بعد شهور، والمهدي المنتظر بعد شهور، وعيسى بن مريم قال بعد 7 سنوات، والمهدي قال بعد شهور. والله يجعل الغزم عيسى ينزل من السماء فاضل له 7 سنوات. دي كهانة وادعاء لعلم الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا، زي بشرى ده كاهن، كاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ده بيمشي يسمع للكاهن ويصدق كلامه، قال ده كافر، بيمشي ويصدق بس، فما بالك بالكاهن ذاته حيكون كيف. أما اللي بيمشي للكاهن أو العراف وما بصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، مشيت الحلقة بتاعته دي وسألته بالسؤال وما صدقته، قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. واللي بيصدق ويكفر، ده حكم المسألة دي كده. طيب قال ورفع المصحف كده، قال: والله، طبعا حلقومه كبير خلاص، والله قال: اها في شنو؟ يدي على الغسم، اها في شنو؟ عيسى نازل من السماء فاضل له 7 سنوات. قال لهم: يا نسوان زغروت لله، قال زغروت لله. وده برضه يدخل في ادعاء علم الغيب والكهانه، زي موضوع بلا الغائب ده، الدجال اللي بيجيبوه كل مره بجريت الدار، والاخمين اللي في التلفزيون عمته قدر الضربه، ده ادعاء لعلم الغيب كذب. وانا بعيني دي حامسك شنو ما بعرفه، ده شغل كفر يا ناس، كفر بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر او سحر له، او تكهن او تكهن له، ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك الزغروته دي حرام طبعا، حرام تزغري الساق قدام شيخ بشرى حرام. ليه؟ لان ذا جماع من الخضوع، وكما قال علماؤنا يحصل به الفتنه بين الرجال والنساء، فكونه كمان مش يقول لهم زغرته لله، ده فيه استخفاف واستهزاء بالله سبحانه وتعالى من هذا الرجل المجرم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن المستهزئين بالله أو رسوله أو آياته، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد ذلك قال: أنا قال درست الرسالة لكارتر ولأوباما وكلينتون، ده هسه في 2018 الكلام ده، وديك فاتوا زمان، فاتوا زمان، أما ده ما متابع ذاته. أها بعد ده قال: أقسم بالله يا ترامب، قال جايا قوات أولى في السودان وآخرة في فلسطين، قال وأنا حديك البيان بالعمل، أقسم بالله جايا قوات أولى في السودان ونهايتها في فلسطين. ده كله كلام فارغ. قال: يا سعوديين ويا قطريين ويا صبيانين، انتظروا النصر من المكان ده، هنا سوق 6 الحاج يوسف. والله يا سعوديين ويا قطريين ويا صبيانيين، انتظروا النصر المبين في هذه الأيام.
من هذا المكان. النصر جاي للسعودية والظبيانين ناس أبو ظبي وغطر، قال اللهم إن كذبت في الكلام ده أعمي بصري، اللهم إن كذبت أعمي بصري. قولوا آمين آمين.